السلام عليكم ورحمة الله. حج امرأة يعني كبيرة بالعمر عطاها حي من الفلاح، حكى ابنها معاي انه شوف شو القصة، جايبين الحجة معطينها دواء تعبت دخلوها العناية، ردوا طلعوها، بس اعتقد انه الحية مش سامة والحجة تعبت من النظام اول ما اعطوها اياه، فبدنا نشوف الشاب استنى الدواء بعد الدواء من النظام هي مستنى. هاي كرسة حية مش سامة بتاتا ولا إلها علاقة بالسم، هذول أسنان شايف؟ هذول أسنان، أنت عضتك حية مش سامة. أيوة هسا أنت اللي صار معك، اللي صار معك أعطوك مضاد بعد المضاد ضختي، هسا المضاد هذا عاطل وله مضاعفات، يعني كأنهم هم كرسوك كمان مرة، يعني مش الحية هم الكرسوك. ماشي حتى وهذا ساكنة ما تجيبوش، أعطيها بس روشيتا هي الدواء بس هي دكتور كتب هذا روشيتا هذه طبعا بتقول فيها في بتقول فيها مصطفى خلاص بغض غير، أما الحية اللي عضبطني أنت مش سامع. سلامتكم لما تعبي فيها تعبي كل الدكتور داخل بكل الداخل والله بكل استنى شو هيكيت نيجي عليه بضلوا قبل شفوها يعني بكيش فيها ايش هذول ورطوا وعطوها المضاد بكيش فيها ايش الحاجة ماشي لما عطوها المضاد اتعبها وهذا المضاد اصلا بتعب ازر ما بفيد والحية مش سامة فتعبت فشو هم يخافوا طلعوها لنعاش هسا بعد بساعة خف مفعول المضاد تحسنت حاجتك تدارك الامور شكله لما انت سألتني قلت لي حية لفت قلت لك اعتقد مش سامة تأكد الحية هاي مش سامة اعتقد انها حية المي يلا حكيت اللي صار مع الحجة يا اخوان كالتالي انا قعدت مع الحجة كمان نص ساعة فتحت معها تحقيق مفصل اول اشي الحية مش سامة اول شغلة الحجة خابطة على الحية بتقول الحية لفت عليها وعضتها شايف هاي اول اشي شلون الحج الحية حجة على خضها طيب حكيت هي انا بكيت شهر من رحيم بكين رنوا علي انا بكيت نايم حكيت راحت على المستشفى شو سووا راحوا اعطوها مضاد بعد ما اخذت المضاد داخلت وتعبت تدارك الامور خافوا اطلعوها لنعاش حطوها 4 ساعات في النعاش فشافوا انه بعديها فيش اشي وفيش زركاك ونفخان واشي فعودوا طلعوها المهم اخذت المضاد المضاد ما هو زفت المضاد هذا المهم حكيت انا لما كانت لي الحج خضرة مش خضرة بدي اشوف الخضرة هني الحية الخضرة عخضار عندها بوصفوا الحي الاخضر اللي هي حية المي حية المي طيب انا سألتها قلت لها في عندكم حوالين الدار مي قالت لي عندنا ملان حوالين الدار قلت لها خلاص وصفك تمام يا حجة وبعدين انا شفت اجرها ولا حي سامي ولا علاقة في السم وهي بدها تروح والف سلام عليكم وهذا الاشي يا اخوان انا بنزله عشان يعني انا اقول لك انا شفارك علي بس بنزله عشان يتعلموا ما يضلوا يتكرروا شغلة المضاد ومش مضاد مش كل شيء مضاد المهم الحية مش سامة والحمد لله على سلامتها الحية سامة مشكلة بدها تفوت في نعاش وسمعت ايام بالخص حية فلسطين ومضاد ضعيف وقصة زي ما انتم عارفين قبل 4 ايام شاب من ريحة كرسته الحرش في المنشرية اعطوه مضاد لانه ضعيف المضاد وهذا دليل على كلامي ما جاوب معه وهي الشاب نقلوه على مستشفى المقاصد بالقدس في قسم العناية المركزة قسم القلب عنده عدم انتظام ضربات القلب وأنا ياما قلت إنه المضاد بيعمل عدم انتظام ضربات القلب وبيعمل مضاعفات كثيرة وكيف لما يكون مضاد عاطل كوكتيل فبزيد الإشي والشاب هيو بقسم العناية المركزة تاعت القلب والله يشفي انعض قبل فترة في مدينة أريحة عنا وربنا يكفيكم شر الأفاعي